والدستور الفدرالي. وضعت مسودة تشريع بمجلس الشيوخ الأمريكي شروطا صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا فلسطينيا أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أنه لن يصدق رسميا على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي، ودعا الكونغرس إلى صياغة تشريع لتشديد شروط الاتفاق. إذا سيادة العميد، برأيك هل يقبل الجانب الإيراني هذه المرة هذه الشروط بحسب الخبر وبحسب مسودة التشريع الجديدة؟ الجانب الإيراني قالها من أول ما بدأ الموضوع في عدم اللي هو دي سيرتيفايد، اللي هو عدم يعني إقرار التجديد اتفاقية اللي هي الاتفاق النووي الإيراني، قالها لن نقبل أي تعديل على الاتفاق، وأي تعديل سنستكمل برنامجنا النووي. إيران واقفة على عتبة أن تدخل النادي النووي بالأمر الواقع، يفصلها بأقصى تقدير 12 شهر تمتلك يعني رؤوس أو قنابل نووية ولديها برنامج صاروخي على الأقل قادر للوصول لدول الجوار، حتى بصواريخ شهاب وسجيل ومجموعة صواريخ وعماد، وعندهم يعني كتير صواريخ تقدر توصل على الأقل يعني اللي هو المدى القريب، وشاب واحد وشاب اثنين وشاب ثلاثة ولغاية شهاب أربعة قادرين يوصلوا لكل المحيط بما فيه طبعا إسرائيل. إيران لن تطلق على إسرائيل، ولكن مجرد الرعب النووي مشكلة. الجانب الأمريكي هنا تحايل من منطلق عشان يلغي أو ينسحب من اتفاق 5+1 يحتاج 60% من السيناتورز، يعني من الكونجرس بس السيناتورز السنات. هو مش هيقدر يحقق ده لانه هيحتاج 8 اصوات من الديمقراطيين، مش هيقدر يجيبهم. فتحايل بمشروع قانون هو في الاخير هو هينهي اتفاق 5+1، لان هي قبلت الاتفاق في مقابل رفع العقوبات. اي عقوبات ستوقع على ايران ستعود لبرنامجها بصرف النظر عن الخمس دول الاخرى، عشان كده الخمس دول الاخرى رفضت اي مساس باتفاق 5+1، لان هم يروا ان العالم لا يتحمل فوضى جديده، بالذات في موضوع النون بروليفريشن اللي هو بحظر انتشار الاسلحه النوويه، وخاصه ان هم طموحهم ان هو يخلي كوريا الشماليه في حاجه زي 5+1، فهو بيعيد ملف تم اغلاقه ليحيي من جديد سباق التسلح النووي في دول ما كانتش نووي. رشق محتج